كلمة ذكرها السيد هادي العامري، هو قال قبل قليل، قال: لسنا ثلثا معطلا، وإنما نحن ثلث تصحيح مسار العملية السياسية. رؤية الإطار التنسيقي أن العملية السياسية تذهب إلى منحدر، وهم كثلث مصحح وليس ثلث معطل، ثلث يصحح هذه العملية السياسية التي ربما بمنظورهم تذهب إلى المجهول. احترامنا للحاج أبو حسن الراقي خلقا وأدبا، ولكن هل كانت العملية السياسية بالمسار الخطأ؟ ليش ومنه اللي كان يحكم مثلا بالعراق من 2003 لحد الآن؟ هم نفسهم الدعوة وبدر وكل هذه الجهات السياسية الموقرة المحترمة اللي وقعت بأخطاء، إن كان هناك أخطاء وسلبيات فأنتم اللي حكمتوا، وإن كان هناك إيجابيات تحسب عليكم. الآن المسار أصبح خاطئا، لا، هناك خوف ورعب من أنه سماحة السيد مقتدى الصدر يسيطر على البيت السياسي الشيعي، هذا لب الموضوع، وأنا أتحدث بكل صراحة. أريد أن أتوقف عند مسألة ذكرتها، نعم، ولا أريد أن أمر عليها مرور الكرام، يعني توضيح من جنابك فيما يتعلق بهم. ذكرت بأن البيت الشيعي السياسي إن صح التعبير هناك لديه مخاوف فيما يتعلق بالزعامات، إذا دخل الإطار بتحالف اتفاق مع التيار الصدري، التيار الصدري قد يستفرد بالزعامة من قبل السيد مقتدى الصدر، وبالتالي هناك قد يدخل هذا التحالف البيت الشيعي إن صح التعبير قد يدخل في مطبات وفي متاهات أخرى جديدة وفي صراعات أخرى. أريد أن توضح لي هاي النقطة اللي أنت ذكرتها قبل قليل، شو اللي بده يصير بالضبط؟ نعم، بالتأكيد المخاوف اللي موجودة، وهذه رؤيتي الخاصة بعيدا عن الحزب أقولها، المخاوف لقربي من الأخوة القيادات في الجانب الشيعي، أنا اللي شفته أنه أكو خوف ورعب من أنه يتسيد العملية سيد مقتدى الصدر العملية السياسية وحتى العملية الدينية مستقبلا، وهذا الشيء مخلي الأخوة في الإطار التنسيقي، ومع احترامنا لجميع طبعا الشخصيات الموجودة بالإطار، أنه يقول لك لا، إذا تسلم زمام الأمور جهة واحدة شيعية مو مثل ما كانت، وأود أن أشير إلى الأغلبية، الأغلبية الشيعية مو الأغلبية السياسية، لأن بالنتيجة إذا ما جلس البيت الشيعي، كان يسمونه البيت الشيعي البيت الوطني، اختلفت المسميات، ولكن بالنتيجة هاي الأسماء كلها أنا أعتبرها طائفية، لا يوجد بيت سني وشيعي وكردي، لا والله، خلي يكون بيت الوطن بيت العراق، أنا أقولها وأتمنى أن نجلس على طاولة واحدة كعراقيين جميعنا السياسيين، نتخذ قرار من أجل العراق مو من أجل الحزب أو من أجل الكتلة. الرعب اللي موجود جاي يزداد يوم بعد يوم، لذلك ازداد التكتل في الإطار وازدادت الخلافات، وحتى العناد اللي موجود بين الطرفين أشوفه ده يزداد يوم بعد يوم، ماكو حلول. أسأل الله أن يكون هناك من العقلاء سواء كانوا من السياسيين أو غير السياسيين يتدخلوا لحل هذه المشكلة، ويجري اتفاقا سريعا من أجل تذليل الصعوبات اللي هسه تزداد يوم بعد يوم في العملية السياسية، وما راح نجد إلى حلول أبدا. نعم، الموقف الآن ما بين الحنانة وبغداد أراه يتزايد في الخلاف، وهذا الشيء لا يليق بنا نتمنى فعلا كما ذكرت سيد هيثم، يعني معيار الوطنية والبعد الوطني هو الذي يهيمن على المشهد السياسي في العراق، لا شيعي لا سني لا عربي لا كردي، الهوية العراقية هي التي تكون نمبر ون، الأساس التي تبنى عليه العملية السياسية سواء الحالية أو المستقبلية.